تحت أشعة الشمس اللاهبة تقف هذه الدورية الأمنية بعناصرها من أفواج الطوارئ في منتصف مقبرة وادي السلام في النجف لضبط الأمن. فبعد سلسلة من الخروقات والجرائم الجنائية، شنت قيادة شرطة النجف حملة أمنية لتأمين المقبرة من خلال نشر الدوريات وتفعيل الجهد التقني للحد من الجرائم. تجري قيادة شرطة محافظة النجف الأشرف بين الحين والآخر ممارسات أمنية في كافة قواطع مسؤوليتها، ومن ضمنها مقبرة وادي السلام، حيث تجري فوج طوارئ النجف الثاني هذه الممارسات بشكل دوري ومنتظم، وأيضا هناك ممارسات تكون بشكل مباغت لمحاسبة المخالفين وضبط الجريمة. جميع وسائل التقنية الحديثة المستعملة في وزارة الداخلية هو الغرض منها الحد من الجريمة، وهذا ما لمسناه من خلال انخفاض عدد المخالفات المؤشرة ضمن المقبرة. المساحات الشاسعة لمقبرة النجف جعل منها وفق مراقبين مكانا ملائما للقتل والسرقة والسطو المسلح واستدراج الضحايا، الأمر الذي أثار الخوف في نفوس النجفيين الذين طالبوا بتأمين المقبرة ومنع استغلالها كملاذ للمجرمين لتنفيذ مخططاتهم الإجرامية دون رادع. أي واحد عدة تصفية أو نهوة عشائرية من غير محافظات الوسط والجنوب يجي للمقبرة باعتبارها كبيرة، فيصفي حساباته مثل ما شهدت محافظة النجف بالفترة الأخيرة، هواي عمليات قتل ونهوات عشائرية بداخل المقبرة. لذلك احنا نتمنى بأنه الجهود الأمنية تتكثف، والزائر اللي يجي لمدينة النجف على مود يزور المقبرة يخاف، لأن وضع المدينة بخطر بسبب القتل والعمليات اللي جاية تصير بداخل المقبرة. طباع سلبي عن المقبرة في الآونة الأخيرة بسبب حالات القتل التي حصلت من حالات اغتيال أو حالات ثار في محافظة النجف الأشرف قبل فترة، أنه شاهدنا في مواقع التواصل الاجتماعي أنه تم استدراج شخص وقتله في المقبرة. وبحسب خبراء في الشأن الأمني، فإن تأمين المقبرة على مساحاتها الكبيرة يحتاج إلى جهود بشرية ولوجستية وتقنية استثنائية، لا سيما وأنها تستقبل الزائرين على مدار الساعة ليلا ونهارا، وهو ما يجعلها واحدة من الأماكن التي تسجل حوادث وجرائم جنائية تصل إلى القتل بطرق بشعة بشكل متكرر. من النجف محمد رزاق، التغيير.